القناه الكبير ياسر جلال، برحب بحضرتك من خلال شاشه كلاكت. يا اهلا وسهلا بيك. النهارده اساس فرحه السينما بيستضيف النجم ياسر جلال وسط محبيه وجمهوره، فشايف ده ازاي وكلمنا عنه؟ ده شرف كبير ليا ان انا اكون موجود في صرح كبير زي اساس السينما، واستاذ تامر عبد المنعم صديقي واخويا، يعني هو قال لي نعمل ندوه وقال لي نعرض فيلم الرغبه، فانا جيت على طول طبعا. بس بجد اتفاجئت بكم الحضور وبالسادة العالميين طبعا امثال حضرتك، يعني ربنا يخليك. وبجد انا كنت سعيد ومبسوط، حاسس ان انا قاعد وسط اصحابي، يعني كنت بهزر يعني كنت قاعد مبسوط. حضرتك نجم 2017 و2018 و2019 على التوالي. انت بتقول لي بتكلم ميسي؟ انا والله ده يعني ده راي الشارع والناس واللي بتقول كده، يعني مسلسل لمس اكتاف حقق نجاح كبير جدا وكسر الدنيا، فشايف ده ازاي يعني؟ قول لنا عنه ايه. الحمد لله، طبعا هو النجاح بايد ربنا سبحانه وتعالى، انت بتعمل اللي عليك وبتسيب على ربنا. الحمد لله. انا النجاح طبعا بشوفه ازاي، ان انا ببقى فرحان لما ربنا بيوفقنا ونعمل حاجه تنجح وتعجب الناس، ده بيبقى فرحه كبيره يعني. سالت حضرتك دو، قلت لك الدراما التلفزيونيه لما بتنجح بتنتشر انتشار واسع جدا، ومع ذلك تظل السينما هي الحب الاول. فكنت عايز اعرف الفنان ياسر جلال بيحب السينما اكتر ولا الفيديو، وبيفضل ايه بالرغم ان حضرتك يعني نجاح حضرتك كان من خلال الفيديو، شايف ده ازاي؟ كل حاجه وليها طعم، يعني كل السينما والفيديو ما هماش بعاد عن بعض على فكره، يعني بس كل حاجة ليها طعم. أنا بحب التمثيل في حد ذاته، سواء كان مسرح سواء كان إذاعة سواء كان سينما أو فيديو، لأنك أنت في كل المراحل بتأثر في اللي بيتفرج عليك. يعني يمكن السينما بيبقى عمرها أطول شوية، ليه؟ لأن بيبقى الفيلم في ساعتين بكتير، فتقدر الناس تشوفه بسرعة، لكن المسلسل عايز تتابعه 30 حلقة، في مسلسلات عددها أكبر يعني. فبيبقى المسلسل الدرامي بيبقى مرتبط بجيل، يعني جيل معين بيبقى عارفك وحابك وتعلق بيك، لكن الفيلم أجيال بيعيش أكتر. بالنسبة للمسرح، حضرتك بتتكلم دلوقتي عن المسرح، فيعني أنا عايزين حضرتك ليه ما استغلتش النجومية اللي حضرتك وصلت لها دلوقتي دي في الاتجاه للمسرح برضك يعني؟ وبعظم دلوقتي المنتجين بيتجهوا للمسرح زي أمثال كايرو شو، المسرح حاجات اللي زي دي. ليه الفنان ياسر جلال ما عملش مسرح لحد دلوقتي؟ عايز أنام، تعبان جدا. آخر سؤال ومش طويل. أوكي. المسرح عايز شبه تفرغ وعايز مجهود، وانا واقف قدامك بالعافيه. فيعني يعني هو المسرح عايز تفرغ ومجهود كبير وعمل يبقى فني وتجاري في نفس الوقت، عشان الجمهور ينزل من بيته ويقطع تذكره ويجي لك المسرح. شغلانه لو توفرت كل الحاجات دي، الواحد يتشجع يعمل مسرح. طيب حضرتك مشغول في ايه دلوقتي عشان نختم معاك بقى؟ عندي ندوه في قصر السينما. لا حاليا بتعمل سينما، سمعت في فيلم اسمه الفتوه؟ او مسلسل؟ مسلسل. الفتوه لرمضان من 2020. رمضان 2020. طب مين طلع عمل حضرتك؟ لسه الاختيار ما تمش يعني، بس هو المسلسل تاليف الاستاذ هاني سرحان، اخراج الاستاذ حسين منباوي، انتاج شركه سينرجي، واسمه الفتاوه. بيتكلم عن احداث وجذور في الماضي من حوالي 100 واكثر من 100 سنه، 120 سنه او اكثر، عن قصه حياه فتاوه في الوقت ده في اطار مبهج كده وكوميدي واكشن ورومانسي وجميل يعني. تقول ايه لكل الجمهور اللي بيحبك وبيعشقك من خلال شاشه الكلاكيت؟ اقول ان انا يا رب اكون دايما عند حسن ظن الجمهور، وان هو المجهود الواحد المتواضع اللي بيعمله يعني يعجبه، واتمنى انه يفضل كده يدعمني ويقف في ظهري طول الوقت، لان هو ده يعني حب الناس هو ده الحاجه الوحيده اللي بيخليك تستمر يعني. وانا واحد من قليل الناس اللي بتحبك والله. انت ده انا شرف كبير ليا يعني، وانا كنت عمال اهزر معاك على فكره عشان انت حبيبي من ندوه وانا متابع. جوائز لتاج الدرامي حضرتك بتكرم احسن ممثل، ربنا يخليك. ده تشريف لي ان احنا نحضر لك كل التكريمات يعني، والله شرف كبير، وانت حد جميل وانا سعيد. يلا تعالى بقى سلم عليك، كنت صور بقى كمان.